رئيس الجمهورية يصل اليوم إلى واغادوغو العاصمة البركينية للمشاركة في احتفالات الذكرى 50 لتأسيس المجلس الأفريقي الملقاشي للدراسات العليا. وزراء الخارجية والدفاع والأركان للسودان وليبيا والنيجر وتشاد ينهون أعمال اللقاء الذي جمعهم بالعاصمة جمينة حول التصدي لكل أنواع الجرائم في المناطق الحدودية. ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة يختتم أعمال الورشة التدريبية حول اعتماد السياسة الوطنية للمناهج الدراسية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى عرضنا لهذا اليوم من الفضائية التشادية. وصل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى واغادوغو العاصمة البركينية وذلك للمشاركة في احتفالات الذكرى 50 لتأسيس المجلس الإفريقي الملقاشي للدراسات العليا الكاميس، حيث كان في استقباله بمطار واغادوغو رئيس دولة بوركينا مارك كريستيان كابوري وأعضاء السلك الدبلوماسي التشادي المعتمد هناك. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. وصل فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس الحكومة مدينة واغادوغو عاصمة جمهورية بوركينا فاسو فور نزوله من سلم الطائرة، حيث كان في مقدمة مستقبله نظيره البوركيني كريستيانو كابوري الذي استقبله استقبال حار بمطار واغادوغو الدولي. عقب ذلك تم عطف النشيد الوطني للبلدين بوركينا فاسو وتشاد. هذا الاستقبال حضره رئيس الوزراء بدولة بوركينا فاسو وعدد من أعضاء حكومته وعدد كبير من الدبلوماسيين المعتمدين لدى واغادوغو والقائم بالأعمال بالنيابة في السفارة التشادية بجمهورية بوركينا فاسو السيد إدريس أحمد جبر. فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صافح جميع الذين خرجوا لاستقباله، كما هيئ الجالية التشادية والطلاب ومناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ المقيمين بجمهورية بوركينا فاسو. بعد ذلك توجه الزائمين إلى صالة كبار الضيوف وتم التباهس في عدد من القضايا والمواضيع التي تربط بين نجمينا وواغادوغو، إضافة إلى الملفات الراهنة التي تمر بها الدول الأفريقية خاصة دول الساحل والصحراء. ومن ثم توجه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مقر إقامته، علما بأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سيشارك جانب نظرائه الأفارقة في الحفل الرسمي لفعاليات الخمسينية الذهبية للمجلس الأفريقي الملقاشي للتعليم العالي الذي استضافته بوركينا فاسو. وبعيد وصوله إلى واغادوغو العاصمة البركينية، شارك رئيس الجمهورية في أعمال احتفال الذكرى 50 لتأسيس المجلس الأفريقي الملقاشي إلى جانب رؤساء الدول الأعضاء في المجلس. تقرير عثمان عبد الغني للمرة الثانية. اختتمت الفعاليات الذهبية الخمسينية للمجلس الأفريقي الملقاشي للتعليم الآلي بقاعة المؤتمرات الدولية بالعاصمة البركينية واغادوغو بحضور 6 من رؤساء الدول الأعضاء، من بينهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسنغالي ماكي سال والتوغولي فوريا سيمبي والغيني ألفا كوندي والبوركيني روك مارك كريستيان كابوري وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية. وخلال هذا اللقاء عبر الرؤساء عن امتنانهم واعترافهم بما تقوم به مؤسسة المجلس الأفريقي الملقاشي للتعليم الآلي، مناشدين ببذل من الجهود من أجل تطوير وتقدم التعليم الآلي والبحث والابتكار، مقررين بأن يتم لقاء كل 3 سنوات بهدف تقوية العلاقات بين الدول الأعضاء. وفيما يخص التمويل، ناشد البيان الدول الأعضاء بالاستقلالية المالية عبر دفع الديون والمستحقات، وتأهد الرؤساء بدعم وتكثيف الاستثمار في قطاع التعليم العالي. وخلال الجلسة المغلقة التي جمع رؤساء الدول المشاركين في فعاليات الذكرى الخمسينية الذهبية للمجلس الأفريقي الملقاشي للتعليم العالي، ركزوا حول تطوير وتقدم التعليم العالي، كما اعتمدوا خلاصة أعمال الملتقى 53 لمجلس الوزراء للدول الأعضاء في المجلس الأفريقي الملقاشي للتعليم العالي
الذي عقد بمدينة واغادوغو. عاد مساء اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة أنجمينا قادما من دولة بوركينا بعد مشاركته في أعمال الملتقى الذي جمعه بأعضاء المجلس الملجاشي للدراسات العليا، وذلك بعد مشاركته في أعماله. ولدى وصوله كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي عدد من الشخصيات، في مقدمتهم وزير الدولة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة أنجمينة. التقى يوم أمس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي بوزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان لكل من السودان وليبيا والنيجر وتشاد الذين أوفدوا إلى العاصمة أنجمينة للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية للتصدي لكل أنواع الجرائم في المناطق الحدودية والعمل على تنميتها. تقرير رشاد حسن طه. باتت ظاهرة الإرهاب والتصدي والتسلل والهجرة غير الشرعية تشكل تحديا عالميا ووطنيا متصاعدا، وخاصة بعد اندلاع الأزمة الليبية وظهور عدد من الحركات العسكرية والفصائل السياسية والجماعات الإرهابية، مما دعا قيادات دول جنوب ليبيا لتشكيل أجهزة عسكرية وأمنية وتوعية مواطنيها حول مخاطر الإرهاب. وتمخضت قمة كيغالي الماضية ببزوغ اللجنة الرباعية للتصدي لكل أنواع الجريمة في المناطق الحدودية وتنميتها. وتفعيلا لهذا الدور، فقد اجتمع وزراء الخارجية والدفاع والقيادات العسكرية للسودان، ليبيا، النيجر وتشاد بنيامي العاصمة النيجيرية لتحديد الرؤى والمسار الأمني والتصدي لجميع أنواع الجريمة، الإرهاب، الجريمة المنظمة، وحماية حدود تلك الدول وتنميتها. وعليه جاءت هذه القيادات للمرة الثانية لتلتقي بالعاصمة أنجمينة، وبعد يومين من العمل الدؤوب خلص اللقاء بالمصادقة على اتفاقية أمنية تنموية تعنى بأمن واستقرار المناطق الحدودية للدول الأربعة وتنميتها. وما أن خلص الاجتماع، جاء الوزراء والقيادات العسكرية لليبيا، السودان والنيجر وتشاد للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للاستماع إلى توجيهاته. التقينا بفخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، وهو بالتأكيد أحد حكماء أفريقيا، للاستماع لنصائحه، وقد وجهنا كثير من التوجيهات لمصلحة بلداننا الأربعة، وأبلغناه بأننا كنا عند حسن ظنه حينما وعدناه في كيغالي في القمة الإفريقية بأن نجتمع وأن نسهر على وضع ترتيبات أمنية لمراقبة هذه الحدود، وفعلا قد كنا عند الوعد ووقعنا هذا الاتفاق. اللقاء الذي حضره وزير إدارة الأراضي، الأمن العام والهجرة والحكم المحلي ومعاوني رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني ومستشاره الدبلوماسي، سمح للوزراء الإشادة بدور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف أنواع الجريمة والجريمة المنظمة. واستمعنا إلى توجيهاته بأن الحل في ليبيا هو حل، يجب أن يكون حل ليبي ليبي، وأن يتم في إطار المصالحة الوطنية الليبية، وبعيدا على أجندات الدول الأجنبية. وكان حديثا من القلب، ونحن نعرف ما يكنه الرئيس إدريس ديبي لليبيا من نوايا حسنة وطيبة، وهو يتمنى أن تحل هذه المشكلة باعتبارها أصبحت مشكلة إقليمية تهدد أمن الإقليم. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثنى على جهود الوزراء والقيادات العسكرية على رؤيتهم التي تنصب في مصلحة البلدان الأربعة، مشيرا في الوقت نفسه بأنه يجب وضع برامج التنموية في المناطق الحدودية وإنشاء مركز للعمليات الاستخباراتية يساعد في حل الأزمة الليبية وتهريب البشر والتصدي لهجرة الشباب وتعطيل عمل المهربين. وعكست المناقشات والحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المناطق الحدودية لهذه الدول، بما تقتضيه ضروريات الأمن القومي الإفريقي وتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق بين البلدان الأربعة
في المحافل الدولية. بعد انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم أمس، قدمت وزيرة الإعلام والبسطة والتكنولوجيا الحديثة ماديلين ألانجي بيانا أوضحت فيه المواضيع التي نوقشت خلال المجلس. إليكم بيان الوزيرة بترجمة الزميل خليل حسن صالح. Sous la présidence de son excellence monsieur Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. عقد مجلس وزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، رأس الدولة، رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء. وقد أدرجت 4 مشاريع في جدول أعمال هذا المجلس من أجل الدراسة والاعتماد. المشروع الأول أمر يتعلق بميثاق تأسيس الأحزاب السياسية، والثاني مشروع أمر يتعلق بتحديد أسس التنظيمات والتقسيمات الإدارية لجمهورية تشاد. أما المشروع الثالث فهو مشروع أمر يتعلق بتوزيع وتنظيم وتسيير عمل الشرطة القضائية، والمشروع الأخير يتعلق بالعفو العام. فيما يتعلق بوزارة الأراضي، الأمن العام والحكم المحلي، فإنه منذ بزوغ فجر الديمقراطية في الأول من ديسمبر 1990 فقد اعتمد النظام الديمقراطي مع التعددية الحزبية، وأن هذا النظام سمح بتأسيس أكثر من 200 حزب سياسي في بلادنا، إلا أنه في الآونة الأخيرة يلاحظ أن تأسيس الأحزاب السياسية بصورة مكثفة لا يرد على متطلبات التعددية الحزبية والنظام السياسي في جد، كما أن الهدف من تأسيسها هي أغراض شخصية فقط، كما أنه لا يخفى على أي أحد بأن تأسيس بعض من الأحزاب السياسية هو الحصول على المنح التسييرية للأحزاب السياسية من قبل الدولة، وأن مثل هذه الأعمال لم تعجب المواطنين حسب ما ظهر في الملتقى الوطني الشامل. ومن أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون في تشاد، فإن مخرجات المنتدى الوطني الشامل توصي بمراجعة النصوص والقوانين المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية ومزاولة عملها بانتظام، وأن مشروع الأمر المتعلق بميثاق الأحزاب السياسية المقدم للدراسة والاعتماد يتكون من 11 موضوعا و68 مادة، والذي يقترح لكل حزب سياسي أن يكون له ممثلون في 10 أقاليم على الأقل وفي مدة زمنية أقصاها عام واحد، وأن تستغرق الملفات المقدمة لتأسيس الحزب 6 أشهر، وأن يبلغ رئيس الحزب 30 عاما على الأقل، ويحق للوزارة المكلفة باستصلاح الأراضي إقصاء أي حزب لم يشارك في الانتخابات العامة لمدة 2. وأيضا فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي والأمن العام والحكم المحلي، فإن المجلس قد درس واعتمد مشروع الأمر الخاص بتحديد أسس التنظيمات الإدارية بجمهورية تشاد في ظل الدولة الاتحادية، وبعد التحليل وتحديد أماكن الضعف وتطبيقا للدستور الجديد الذي ينص على اعتماد اللامركزية الإدارية، فإن هذا المشروع يتكون من 4 مواضيع و10 مواد، يؤكد بأن جمهورية تشاد تعتمد في التقسيم الإداري على الدوائر الإدارية والتجمعات المستقلة، وأن المشروع يؤكد بأن التجمعات المستقلة تتكون من مستويين، الأول هي الوحدات الإدارية وهي الأقاليم والمقاطعات، كما أن الأقاليم تضم عدة مقاطعات والمقاطعات تضم عدة بلديات. وفيما يتعلق بوزارة العدل وحقوق الإنسان، فإن المجلس درس واعتمد مشروعي أمر، الأول يتعلق بتوزيع وتنظيم وتسيير عمل الشرطة القضائية ويتكون من 4 مواضيع و13 مادة، وأن الموضوع يؤكد بأن مهمة الشرطة القضائية هي التحقيقات وجمع البيانات وتقديمها إلى السلطات القضائية والسهر على احترام قوانين الدولة والحفاظ على النظام العام للدولة، كما أن الشرطة القضائية تتبع مباشرة لوزارة العدل وتكون لها إدارة خاصة بها تحت إدارة ضابط من الدرك الوطني وبمساعدة ضابط من الشرطة الوطنية. المشروع الثاني يتعلق بالعفو العام، وتماشيا مع مخرجات المنتدى الوطني الشامل، فإن رئيس الجمهورية أثناء خطابه بمناسبة ختام أعمال المنتدى أكد منح العفو الشامل للتشاديين من المعارضة السياسية والعسكرية، وذلك من أجل الحفاظ على التعايش السلمي عبر سياسة اليد الممدودة والتسامح. وعليه فقد اعتمد هذا المشروع الذي يتكون من 6 مواضيع، حيث يشمل هذا العفو كل التصرفات والمخالفات في الفترة ما بين يونيو 1991 إلى تاريخ التصديق على المشروع، وتشمل كافة المواطنين في الداخل والخارج المحكوم عليهم بمخالفات تمس بأمن ومكتسبات الدولة، إلا أنه يستثني المتورطون في الإبادة الجماعية
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب والتعذيب والمعاملات اللا إنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والخيانة العظمى. وهذا العفو لا يضمن لمرتكبي هذه الجرائم بإعادة رتبهم العسكرية ومناصبهم الإدارية التي كانوا يشغلونها سابقا، وأن هذه المشاريع الأربعة سمحت لأعضاء الحكومة بتبادل الآراء وتقديم المقترحات والأفكار البناءة. وقد طلب رئيس الجمهورية من أعضاء الحكومة المواصلة على نفس النهج حتى يتم تطبيق كامل مخرجات المنتدى الوطني الشامل. بدأ المجلس الوزاري في 10 صباحا وانتهى في 12:30. أزل الستار الليلة الماضية بأحد فنادق العاصمة الجمينة على أعمال الاجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود الليبية النيجيرية السودان والتشادية، حيث ترأس حيثيات الاختتام وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين بحضور وزراء الخارجية والدفاع للدول الأربعة. تفاصيل الخبر مع عبد الله عيسى محمد. وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وخبراء ومسؤولو الأمن في كل من ليبيا وجمهورية النيجر والسودان وتشاد إلى اتفاق بروتوكول حول تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، حيث يضم الاتفاق 11 مادة. أهم ما جاء فيه تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها بغية مكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، توطيدا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، وكذا إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة والقيام بدوريات مشتركة أو متوازية في المناطق الحدودية حسب الكيفية التي تحددها لجنة التنسيق والمتابعة التي تكون رئاستها بالتناوب كل 6 أشهر بين الدول الأربعة. وتجدر الإشارة إلى أنه وقع على الاتفاق كل من وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي بتشاد السيد شريف محمد زين، وعن جمهورية السودان الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة، وعن دولة ليبيا وزير الخارجية المفوض السيد محمد الطاهر حمود السيالة، وعن جمهورية النيجر الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتكامل والتعاون الإفريقي والنيجريين بالخارج السيد الأميد حسين سلاماتو بالاغوغا. ونعيد إلى الأذهان بأن الاجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود الليبية النيجرية السودانية والتشادية جرت مداولاته برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي السيد شريف محمد زين، الذي أبدى عن شكره العميق وامتنانه للوفود المشاركة، حيث جاء هذا الاجتماع تطبيقا لتوصيات اجتماع نيامي في 3 أبريل الماضي، وأشاد بالدور الفعال الذي قام به خبراء الأمن خلال 2 يومين كاملين تمثل في إعداد اتفاق البروتوكول. وفي نهاية الحفل تلت الوزير المفوضة لدى وزارة خارجية النيجر البيان الختامي، إليكم ترجمته بصوت ديغا محمد الحاج. Conformément aux recommandations de la dernière réunion ministérielle de concertation sur l'insécurité aux frontières communes. طبقا لتوصيات الاجتماع الوزاري للتشاور حول اختلال الأمن في مناطق الحدود المشتركة الليبية النيجيرية السودانية والتشادية المقدمة في نيامي بتاريخ 3 أبريل 2018، عقد اجتماع وزراء الخارجية الدفاع الداخلية والقيادات العليا ومسؤولو الأمن المنعقد بتاريخ 31 مايو 2018 في نجمينة. الاجتماع الوزاري الذي سبقه اجتماع الخبراء المنعقد في 29 مايو 2018 قام الوزراء بدراسة مشروع بروتوكول الاتفاق الذي تم إعداده في اجتماع الخبراء. بعد دراسة مشروع بروتوكول الاتفاق المعتمد والأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجوهرية والشكلية تم التوقيع عليه من رؤساء الوفود، بروتوكول اتفاق التعاون بين الدول الأربع أوجد تعاونا في مجال أمن ومراقبة الحدود عبر قيادة الدوريات المشتركة أو المتوازية مع حق المتابعة وتبادل المعلومات والاستخبارات، وقيادة الدوريات المشتركة أو المتوازية وحق الملاحقة للدول المعتدى عليها.
ومن الناحية القانونية أيضا تم تكوين لجنة للتنسيق والمتابعة لضمان تنفيذ هذا البروتوكول. من ناحية أخرى قرر الوزراء إنشاء الآتي: تكوين إطار تشاوري منظم على المستوى الوزاري لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، ويجتمعون مرة في العام أو بطلب الدول الأطراف. إعادة عمليات لجنة التنسيق والمتابعة في مدة أقصاها شهرين. التوقيع من وزراء الدول الأطراف لاتفاقية التعاون القانوني في مدة أقصاها شهرين بعد التوقيع على بروتوكول الاتفاق. ضمن جلسات الجمعية الوطنية المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين المختلفة التي تساعد الحكومة التشادية في تسيير الشؤون العامة، فقد أجلت الجمعية الوطنية صباح اليوم مشروع القانون القاضي بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك نسبة لعدم احتوائه لبعض المواد الضرورية. لذلك فقد طالب البرلمانيون الحكومة بإجراء تعديل على بعض المواد التي يحتويها حتى يتم اعتماده. كان ذلك بحضور كل من وزير العدل وحامل أختام والوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالعلاقات مع الجمعية الوطنية، علما بأن رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي هو الذي ترأس أعمال هذه الجلسة البرلمانية التي تعد ضمن جلسات الدورة العادية الأولى لعام 2018. اختتم اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة أعمال الورشة التدريبية حول اعتماد السياسة الوطنية للمناهج المدرسية، وذلك بالمركز الوطني للمناهج. تقرير هارون أب آدم. إن إعداد المناهج الدراسية والتعليمية هي الإطار العام للعملية التربوية، والذي يتم بموجبه تأهيل وتدريب التلاميذ بالقيم والأنماط السلوكية والمهارات اللازمة ليصبحوا المتلقين مواطنين حقيقيين ويمتلكون شخصيات فعالة في المجتمع. وفي هذا السياق يسعى المركز الوطني للمناهج بشكل جدي بهدف تحديث وإصلاح التربية والتعليم ومواكبة النظم المعمول بها مع التركيز على الواقع الشديد. وبدعم من مشروع دعم وإصلاح التربية في تشاد، استفاد العشرات من فني وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة من أعمال الورشة التدريبية التي استمرت 3 أيام لاعتماد السياسة الوطنية للمنهج المدرسي، وذلك لتزويدهم بفنيات تقنية جديدة في المجال التربوي لرسم خطط قابلة للتنفيذ ويتوقع منها نجاح بنسبة عالية. وقد طالب المشاركون من الحكومة والشركاء تنظيم ورش عمل أخرى وتخصيص ميزانية لتنفيذ برنامج المنهج المدرسي لتخفيض نفقات الإنتاج وتحفيز الفريق الخاص بإعداد وصياغة المناهج المدرسية. اختتم الورشة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة، والذي أكد التزام رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو الذي وعد بتطوير القطاع التربوي في ظل الجمهورية الرابعة، وأشاد بالوثيقة التربوية التي انبثقت عن هذه الورشة ووصفها بالإطار المرجعي للوزارة. هذه الورشة جمعت الكثير من الخبراء القادمين من الأقاليم، وهم المندوبين الإقليميين والخبراء في مجال المناهج. هذه الورشة اعتمدت الخطة الوطنية للمناهج التي تشكل في المستقبل منهاج وطريق لعملية المنهج التشادي بصورة مكتملة، لأن هناك مناهج تشادية في الأعوام السابقة لم تكن موحدة. مثل هذه الورش التدريبية تساهم بشكل كبير في تغذية أذهان الفنيين بمعلومات جديدة وتعزيز كفاءاتهم المهنية من أجل الابتكار وتأمين برامج التربوية ناجحة للتلاميذ من أجل ضمان مستقبل البلاد. ما زلنا نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة من الفضائية التشادية. أنهى مساء أمس المشاركون في أعمال الورشة التي نظمتها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة أنجمينا بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكفونية، أنهوا أعمالهم حول التخطيط العمراني والتغيرات المناخية. ونائب رئيس جامعة أنجمينا الدكتور الطيب إدريس حلولو هو من رأس المناسبة بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية. تقرير محمود موسى الفيل. بعد 3 أيام من فعاليات الورشة التفاكرية حول دراسة التخطيط الإقليمي والتغيرات المناخية والمشكلات البيئية لمرحلة الماستر، ناقش المشاركون مواضيع عدة تتعلق بالجانب الجغرافي، أهمها التخطيط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والريفية، وكذا الاهتمام بالدراسات البيئية والتغيرات المناخية.
هذا وقد خرج المشاركون بعد نهاية فعاليات الورشة بعدة توصيات وقرارات أهمها الاهتمام بالجانب البيئي والاهتمام بالمشكلات التي تواجه البيئة والتحديات التي تواجه التغيرات المناخية وكذلك بالنسبة للإشكاليات التي تواجه السكان في النمط العمراني. الدكتور الطيب إدريس حلولو نائب رئيس جامعة عين جمينة خلال كلمته الختامية لهذه المناسبة قال إن فعاليات هذه الورشة تسهم في التخفيف والتقليل من الكوارث التي تؤدي إلى تغيرات مناخية مما يسمح بمواجهة جميع التحديات المتعلقة بالمجال البيئية والسكنية مؤكدا بأن جميع الاقتراحات التي قدموها المشاركون ستؤخذ بعين الاعتبار لتقوية المحتوى البيئي. يذكر أن هذه الورشة نظمت من قبل قسم الجغرافيا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة عين جمينة بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وشارك فيها عدد من وزارة البيئة والمياه والصيد ووزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن إلى جانب وزارة التعليم العالي البحث والابتكار، فضلا عن خبراء محليين وأجانب مختصين بالجانب الجغرافي. عرضت قوات الدفاع والأمن بإقليم حجر لميس أمام حاكم الإقليم الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر عرضت عدد من الأسلحة التي تم ضبطها في العمليات الأمنية المختلفة التي قامت بها داخل الإقليم، وذلك في إطار جلب الأمن ومنع المهربين وقطاع الطرق. ومن جانب آخر سلم الحاكم السيارة التابعة لشركة السجائر التشادية التي اختطفت مؤخرا وتم العثور عليها بعد أن هدد قطاع الطرق سائقها. وفي هذه المناسبة تم تسليم السيارة إلى الشركة. ضمن سلسلة الملفات التي يعدها فريق من التلفزيون الوطني، فقد أعد حسن جدة عمر ملفا سلط فيه الضوء على ظاهرة استهلاك الثلج خلال هذا الشهر والآثار السلبية التي يخلفها استهلاكه جراء احتوائه على مواد كيميائية. صار الإقبال على الثلج حاجة ماسة وخاصة في هذه الأيام، حيث أن أغلب السكان يحتاجون إليه في عملية تبريد المياه والعصائر التي يعتاد وضعها على مائدة الإفطار، وذلك لتطفي ظمع صائم في وقت يشهد ارتفاعا ملاحظ في درجات الحرارة بسبب التغير المناخي تارة والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي ترة أخرى. وفي هذا الشهر المبارك يلجأ بعض الشباب إلى بيع الثلج للاسترزاق منه، حيث نجدهم أحيانا يصطفون أمام أماكن إنتاج الثلج ومرة في الطرقات العامة. كما أن للثلج أنواع عديدة يستهلكها المواطنون، فهذا النوع منه يصنع طبيعيا حسب شهادة مستهلكه. بينما الآخر يصنع على شكل ألواح مكعبة، فأحيانا تستعمل فيه مواد كيميائية كالفولمور الذي يضاف إلى المياه قبل تجميدها، وذلك لتأخير ذوبان ألواح الثلج. وإن الحديث هنا لا يكمن في المقارنة ما بين هذين النوعين من الثلج ولا في الزيادة الكبيرة في أسعارها ولا النظر إلى حاجة المواطن إليها، وإنما يكمن في الآثار الناجمة عن استهلاكها خاصة عند الإفطار. وما واجب في رمضان لازم يفطر بقلمي إنك الأس ما أتي، لأن بطن يابس وبطن هامي وإنك تهرب قلمي بارد عند جلاس متسلد خلاص ما ممكن بمشي بعمل لك يعني تروب يعني بعمل لك التهابات وبعمل لك وجابات ومشاكل في بطنك، فده الأفضل تشرب قلبي بارد ولكن قلبي نظيف خلاص عند فورمول يعني يشربوه لناس وناس يشربوه
خطورة هذا لأنه ممكن يعمل سرطان. يقضي الصائم أكثر من نصف اليوم تقريبا دون مأكل ولا مشرب، مما يرفع من درجة حرارة الجسم التي تجعله يحتاج بشكل ملح إلى السوائل المنعشة، إلا أن وصايا الأطباء والأخصائيين تبقى خير سبيل للوقاية من الأضرار الصحية. بمناسبة اليوم العالمي للألبان الذي يصادف الأول من يونيو كل عام، احتفل أعضاء منظمة أوكسفام بالتعاون مع الجمعيات المدنية احتفلوا بهذا اليوم، حيث تم مناقشة مجمل القضايا التي تعيق عملية إنتاج الألبان في تشاد. تقرير عبد الله هارون برما. يصادف الأول من يونيو اليوم العالمي للألبان الصافية دورة عام 2018، والذي جاء تحت شعار الألبان الصافية غذاء للإنسان. ولأهمية الألبان وقيمتها الغذائية للإنسان احتفلت منظمة أوكسفام بهذا اليوم. وبهذه المناسبة أوضح مدير برنامج منظمة أوكسفام الذي أكد بأن هذا اليوم يسمح لمنتجي الألبان مناقشة العوائق التي تقف أمام تطور العملية الإنتاجية للألبان في البلاد، بدوره رئيس كونفدرالية الرعاة في تشاد أحمد أبو الفتي عثمان. هنع منتجي الألبان بهذا اليوم وأشاد بالبادرة التي قامت بها منظمة أوكسفام في مساعيها لتطوير القطاع الحيوي والاستراتيجي. أن ندرس آلية منظمة نستطيع من خلال هذه الآلية كيف ندعم منتجي الألبان، سواء من حيث التوصيل أو سواء من حيث النظافة، لأن الآن لو بحثنا الألبان التي تأتي مباشرة في الرؤوس كما ذكرت بيل أبيز، ألبان قد تكون ملوثة، هي قد تكون تضر المجتمع من ضمن منتجات المجتمع. المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية جبرين كرام لدى كلمته بهذه المناسبة أكد بأن الحكومة التشادية عبر وزارة الثروة الحيوانية تسعى لتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة وإزالة كافة العوائق التي تواجه عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وفي ذات السياق، قدم مشروع دعم السلاسل القيمة التابع لوزارة الثروة الحيوانية مواد تغذية للأبقار لتجمعات منتجي الألبان بلينيا وقرية جليمي، وذلك بهدف مضاعفة إنتاج الألبان. محمد حسن آدم. مواصلة لأنشطة وأعمال مشروع دعم السلاسل القيمة التابع لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الرامية إلى دعم الرعاة لا سيما منتجي الألبان، جاءت مناسبة توزيع مواد لتغذية الأبقار لتجمعات منتجي الألبان بكل من مركز إداري لينيا بإقليم شاربة جرمي وقرية جلمي بضواهي فرشة بالدائرة الأولى للعاصمة أنجمينا، وذلك بهدف إنتاج كميات كبيرة من الألبان. كما أن المشروع منذ إنشائه ساهم بشكل كبير في تقوية كفاءات الرعاة في مختلف المجالات. اليوم نحن بصدد توزيع هذا الغذاء، إضافة إلى المشاريع السابقة، فنحن نوزع اليوم هذا الغذاء من أجل إنقاذ الأبقار أو البهائم في هذه الفترة الصعبة جداً. وننوه أن هذا الغذاء للحيوانات التي تم تلقيها، وكذلك للحيوانات التي يعني تنتج الألبان بكمية أو بصورة كبيرة. هذا وكما قدم بعض من ممثلي تجمعات منتجي الألبان شكرهم الخالص للمشروع على وقوفه الدائم بجانب المنتجين. فالحمد لله من سنة فات ولا سنة ده لقينا منهم تدريب شيا ولا بهايمنا كل لقينا كنفوت شيا. اليوم ده علينا فرحانين بزيادة، والبيئة سافرة سوى لنا شغل كتير، سوى لنا تدريب، علمنا كيف البقر تهلبوم، كيف كان بقر مرضانة تطبزوها التدريب، كيف هنا النظافة، كل البيئة سافرة هدر جادة البروجيرة كله سوى لنا، علينا مبسوطين. ونشير إلى أن مشروع دعم السلاسل القيمة سيقوم بإنشاء مركز خاص لتجميع الألبان وبيئها إلى المستهلكين. ونختم النشرة بقراءة هذين المرسومين الرئاسيين. مرسوم رئاسي رقم 1345 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم في مناصب المسؤولية التالية بالبلديات ذات النشاط المتوسط: إقليم جرا، محافظة منجلمة، بلدية منجلمة، رئيس اللجنة الإدارية جيفيل جمعة، منصب شاغر، الأمين العام عبد الحكيم موسى إبراهيم، منصب شاغر، إقليم حجر لميس، محافظة دبابة، بلدية بوكورو، رئيس اللجنة الإدارية أوجلي يوسف بشر،
منصب شاغر، الأمين العام أحمد آدم أصيل منصب شاغر، إقليم تبستي محافظة تبستي غرب، بلدية زوار رئيس اللجنة الإدارية موسى غناي منصب شاغر، الأمين العام حسن النار ودي منصب شاغر. المادة الثانية على كل من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا بتاريخ 1 يونيو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1346 ينص على عزل السيد علي موسى عبيدو رئيس السلطة التقليدية داجو واحد بمركز مانغو محافظة جيرا إقليم جيرا باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي. يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم عزل السيد علي موسى عبيدو عن منصبه كرئيس للسلطة التقليدية داجو واحد بمركز مانغو محافظة جيرا إقليم جيرا، السبب سوء الإدارة. المادة الثانية على وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا بتاريخ 1 يونيو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. هكذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، شكرا لكرم المتابعة، متابعة سعيدة مع بقية برامجنا، إلى اللقاء.